الخامس الساعة 10 من التوجيه هسه تعبنا وانتهينا على مشتغل الخامس عندي بالايسر همينه فرقتين فرقة عم تشتغل ينفع ابو رائد شهور دورة العبادي وفرقة تشتغل من تقاطعي بدر الى شارع النعيم لابويا بس كله متجول شرفنا هذا اليوم بزيارة السيد محافظ نينوى مع السيد القائم مقامي لمواقع العمل التي تنفذها وحدة الصيانة الأيمن في بلدية الموصل. نحن الآن متواجدين في تقاطع رأس الجادة، فرقة عمل متجولة لمعالجة بعض المقاطع الموجودة في هذه المنطقة. لدينا أيضا فرقة جوالة أخرى تعمل على الجسر الخامس لمعالجة الرمبات والمطبات الموجودة في الجسر الخامس للمسار الخاص بمرور المركبات من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن. في الجانب الأيسر أيضا لدينا فرقتان تعمل في هذا الوقت، فرقة تعمل من تقاطع التاكسيات في حي البكر باتجاه سايدين حي النعيمي ذهابا وإيابا، وفرقة أخرى تعمل في منطقة الزهور باتجاه دورة العبادي. إن شاء الله مستمرين في تقديم أفضل الخدمات لأبناء مدينة الموصل من أجل إعادة مدينة الموصل إلى سابق عهدها إن شاء الله.